أهلا وسهلا، أهلا بكم الناس الكل في نهار جديد. معكم الشيخ مؤمن، اليوم في الكوجينة بتاع الدار باش نحضروا كما عودناكم العديد من الأطباق البنينة سهلة اللي متطلبش برشا وقت واللي ما تكلفش واللي انتم تحبوه. دونك كما عودناكم يومين تابعونا في لايف فيه العديد من الوصفات البنينة سهلة، فيه لتكنيك نحضروا برشا حاجات من أول رمضان، وإحنا توا قاعدين ندلوكم كما انتم زادة كيف قاعدين تفعلوا معنا وتخليونا في دي كومنتير وتبعثوا لي برشا مساجات. وصلوني الحق برشا مساجات، يعطيكم الصحة ربي يفضلكم. اليوم زادة كيف نقول لكم نحضروا برشا حاجات باهية بنينة للناس الكل اللي تنجم تبعني في الفيسبوك شيف مومن بن يونس، في اليوتيوب كيف شيف مومن بن يونس. ان شاء الله بقدر ربي لوبجيكتيف قبل كل شيء نوصلوا ل 10000 ابوني في الباج نتاع الشيف مومن. دونك بارتاجي اوتون باش تحصل المنفعه الكل، وان شاء الله بقدر ربي نخلطوا ال 10000 ابوني. السلام عليكم للناس الكل، سلام الفيا بسمه سالو الناس الكل اللي خلطوا علينا. باش نقول لكم شدوا ورقه وسيلو فيسع باش نحضروا مع بعضنا العديد من الحاجات الباهيه والبنينه. دونك كي نقول حاجات باهيه وبينا كيف نسرين على السلامه، باش نحضروا البقلاوه التركيه. دونك هاكا من توا انتوما تجيو صحابكم تجيو احبابكم باش يتفرجوا على تحضير البقلاوه التركيه، باش يتفرجوا على طريقه اخرى نتاع تحضير كيما عش البلبل والا يسميهم زاد كولو وشكر، على الطريقه الحلو اللبناني الحلو التركي جينيرال مو اللي هو الاصل الاصيل كي نقولوا حلو من فلسطين ومن تركيا ومن لبنان. باش نحضروا برشا حاجات، فما شكون زاد كيف طلب كيش، باش نحضروا كيش، باش نحضروا شربه حلالم، يعني منيو حلو برشا 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 برشا. باش نبداو بالحلالم موجوده، السلطه الايطاليه سلطه الايطاليان، الكيش سعاد اهلا وسهلا ارفيا واخيرا الحلو بطبيعه ثلاث ايامات الاخرانيين كيما وعدناكم، باش نحاولوا نفرسيو شويه ونقويو الدي بي. دونك عندنا بقلاوه تاكيو صحابكم تاكيو حبايبكم، بارتاجيو اللايف باش الكل هاكا تحصل المنفعه للناس الكل. عندنا غربي كوثر عسلامة توتا سالو الناس الكل اللي خلطوا علينا لحظة شاف نكلمهم كلمهم ارفيا الناس الكل وقول لهم راه باش نحضروا بقلاوة وباش نحضروا خبز في الدار. دونك انتوما زادة كيف تنجموا تاخذوا ورقة وستيلو. ليليا جاموسي مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تبعوا فيا باش نحضروا خبز. سلام عليكم أحلى شاف يعطيك الصحة تترابرسي الناس الكل اللي خلطوا علينا هاكا ورقه وستيلو منيو شارجي باش تحاول نفسر بسيسه مش باش نزرب برشا. انتوما جوست ركزوا معايا باش نجم في يعني في وقت معين نحضروا برشا حاجات. نحب نشكر كيما العاده الناس الكل اللي قاعده تتابع فيا على اللايف، انتوما بارتاجي اوتون ابوني فو في الانستغرام وان شاء الله بقدر تربي لوبجيكتيف نخلطوا لديميل ابوني في الباج نتاع الشيف مومن، وهذا باش يكون كان بكم انتوما ان شاء الله ربي يفضلكم. نتوكلوا على ربي ونبداو في المنيو نسميه بسم الله. ونقول لكم حاجه ربي يفضل لنا النساء الكل اللي يخليهم تاجر ريوسنا اللي قاعدين يحضروا، وربي يفضل لنا والداتنا يعني وما رضاء الله الا برضاء الوالدين الوالده والوالد ديما ربي يفضل. شايف باش نجرد كل ما نعمل كعبه كيك تفنش في الفور وبعدين تطيح به الله يبارك كيف نسيت نجم خليلي ميساج تو نجيبك عليه من بعد المساج هذايا. المقادير نتاع الكيك تو نعطيك مقادير صحيحه، الطون دو كويسون راهو اونتر 40 و 45 مينوت جوست تخلط المقادير تو نبعثهم لك بعد المساج ابعث لي مساج بريفي ونجيبك وقدر ربي يجيك كيك بنين برشا. كنا حضرنا فتحي نهارك زين يا احلى شيف ربي يخليك يا احلى فتحي عايش خويا الغالي. دونك كيما قلت لكم باش نحضروا بقلاوه تركيه باش نحضروا برشا حاجات خبز سلطه طليانيه عجه اللي شتيها عجه يعني منو تبارك الله راهو فريع على الاخر. حاولوا تبعوني باش نحاول فيسع نحضر ونخر لكم مساجات. ما تلوموش عليا ساعات كي سلمى شاف سافي على السلامه يا شاف، دونك ما تلوموش عليا ساعات كي نقرا المساجات فيسع ساعات نتبع ساعات ما نتبعش. باش نحاول فيسع كيما العاده نحضروا الحاجات اللي تطلب برشا وقت اللي تشد برشا يد. وينهم عيطوا لاصحابكم الكل باش نشوفوا كيفاش حضرنا البقلاوه توا. علي على السلامة شايف، سلمى على السلامة، الناس الكل باش نوريكم كيفاش حضرنا البقلاوة. أيا سيدي بسيدك، نبداو عندنا البات ليو هاي موجودة، دونك تنجمو تلقاوها في البوتيك نتاع وردة في المنزه، دونك عند سي عبد المجيد الشريف تلقاو البات ليو.
هذايا لي تابلو لانية عندنا شوية فاكهة بطبيعة، كل واحد يقدر شوية لوز، شوية وفريوة، شوية بيستاش، كل واحد شنو يحب. عندنا نمشي نحط لكم الكاميرا بطبيعة بعد صباح الورد، باش نحضروا بقلاوة تركية. دونك باش نحضروا توا الكل والبشكر ونحطوهم يطيبوا، ومن بعد نوريكم الكمية نتاع المنيو. باه جوست حكمت فينا بطبيعة الكونفيتير نتاع البات فليو كل قدير وقدر، ما انا حبيت باش نوريكم بالكونفيتير اللي عندي انا نتاع البات فليو شنو نجمو نحضروا. دونك ليتاب الاولانية باش نوريكم هكا بسياسة، كنت سبقت وحضرت. دونك ناخذوا الورقة نتاع الفليو نحلوها، نقصوها مربعات كما قاعدين نشوفوا هكا، نقصوها مربعات تبدا مورقة. الفرق ما بيننا احنا وما بين يعني كالكسوة لاتراك ولا اللبنانيين في تحضير نتاع البقلاوة التركية، ان احنا نشكشكوها هما لي. دونك تحط الوراق الكل من الاول. تو نزيد نفسر لكم بسياسة بسياسة شنو باش نعمل. باه انتوما جوست تبعوني، باش ناخذوا لي زيكستريميتي هكايا ونعملو كيما نفرسيو عليها. هاي ها كيفاش تخرج هكا بالضبط. هذايا بالنسبة تنجمو نسميوها بعد عش البلبل ولا نسميوها زادا كيف كيف كل وشكر. بالنسبة للحلو هاكا ديما البارح بدينا بالحلو، واليوم زادا كيف كيف ان شاء الله ايامتنا كلها حلوة وايامتنا كلها زينة. فمشكون كيف كيف يعمل القفلة هذية بالنسبة للحلو اللبناني. احنا باش نحاولوا نوريكم الطريقة باش المنفعة تحصل للناس الكل وتستفادوا الناس الكل بالفايدة نتاع لي بريباراسيون. نعرفوا سيرتو في رمضان والوقت يحكم فينا وقت ضيق ساعات نتاع بريباراسيون، نحاولوا هاكا نجتهدوا والامكانيات مع الامكانيات بالطبيعة. انا خديت الرولو نتاع بات فليو وحاولت بيه هو الكل، نحاول نحضر الكونتيتي كلها كومبيان دو كاري ابو بري شيف. هي الورقة نتاع البات فليو الباكو نتاع البات فليو تيمونياج مونسواغ توت به به ما تيبش الورقة تتكسر ارفيا. لا الورقة البات فليو راهي حاضرة تتباع، جوست لافونتاج نتاعها انك ما تتعبش في تحضير نتاع الورقة. ومن بعد تاخذ بالمصرة تقص مربعات قد يعني مربع كاري، من بعد ما تقص الكاري تاخذ كيما قاعدين تشوفوا فيا هاو الكاري. انا نهز نوريكم كعبة الخلانية، هي ديجا تبدا مورقة هكا هكا الوراق نتاعها. يعني التوريق الفرق بيننا احنا وفي الشرق يحضروا الوراق ويخدموا بهم برشا فيسا عندك حلو لبناني قولوا احنا يكون حاضر. به عسلامة شايف ما شاء الله عليك شايف، يعطيكم الصحة الناس الكل. بالطبيعة نقول لكم هكا نحاول نوريكم العديد من الطرق باش المنفعة هكا تحصل. نقول احنا جوست نحيو زيت، عندنا شوية زبدة، خلينا زبدة حتى نوريكم الطبق كيفاش. عندنا هكا نستعمل البريك اللي نعملوه على البخار. البريك مش كيف كيف، مش كيما البات فيو كيما فيلو بليتو كيما البات فيلو كيما البات نتاع البريك. نسقيهم شوية زبدة ذايبة. بعد ما نسقيهم شوية زبدة ذايبة به تجيب طوارق الملسوق الفيتاج الازهر بونجور. البريك بالبريك لي بالبات فيلو. بالنسبه للبات فيلو هيا كيما قلت لكم حاضره، تنجموا تحضروا بها في سفيزه البريك. وريكم البدو نتاع الريزولتا. دونك بعد ما حضرنا في الطاجين الوريقات صبغتكم شويه الوراق من الاول ما ندهنهمش بزبده ارفيا. الوراق كيما ريتني يعني شايحين، نحط فيهم الفارس من بعد ما نحطهم في وسط البلاتو من بعد نسقيهم بالزبده. دونك بالنسبه للكويسون دونك على 140 درجه لمده 20 دقيقه. باش نوريكم زاده نفس العمليه ونفسر لكم كيفاش حضرنا هاي البقلاوه التركيه. البقلاوه التركيه نفسر لكم الديتاي بالسياسه. الحشو كل قدير وقدره. دونك فما لوز بوفريوه والا بيستاش، انا اخترت شويه لوز وشويه بوفريوه، زدت شويه سكر محور. هذاك بالنسبه للحشو. بالنسبه للسحور كيلو سكر عليه نص لتر ماء وكعبه قارص. طون دو كويسون تاعها على 140 درجه لمده 20 دقيقه. كيفاش يعملها
باش ما مش غاسلين به خويا ما نقداش من طبقه لفاي. باش نفسر لكم الديتاي اللي خلط علينا دريدي نيجيا وارفيا الناس كل اللي خلطوا علينا. دونك ناخذوا الرولو نتاع البات فليو نحلوه الكل يجينا كيما شكل مستطيل بالسيركل بالسيركل نقصوا يعني زوز دور. البازة الأولانية هذيك باش تكون البازة نتاع البقلاوة نحطوها في الفوم نتاع الطبق نتاع الصينية نزيدوا عليها شوية سكر محور باش من بعد تشرب لنا الشحور. نحط الحشو اللي هو قلنا لوز وشوية بوفريو وسكر محور. نحاول ندخل كيما تراو لهنا نحاول ندخل الجناب الكل نحاول ندخلهم يعني ليتاب في الفرق بين البقلاوة. شو كل يوم زيت واخر وترسينا نوخر في عشان ليه فقط تربي ليليا هاني نحاول باش الناس الكل ياخذوا فرد وقت خاطر فما برشا عباد قالوا لي حاول ابدا شويه مصير ونص مش الماضي ساعتين. دونك نحط البات الاولانيه ومن بعد نحط الحشو ومن بعد نكرر العمليه ونحط البات من الفوق ومن بعد بالسكينه نقصوا مربعات بطبيعه صينيه راهو مش كيما صينيه كبيره كيما صينيه مدوره نقصوا هكا بالسكينه نحاولوا مربعات ونسقيوها بالزبده الذايبه بالنسبه هذيا للبقلاوه تاع الشرق البقلاوه اللي قلت لكم عليها اصل اصيل. بونجور شيف اهلا شيف لاروسي زياني. دونك قاعدين نحضروا في حضرنا بقلاوه لبنانيه والاصل اصيل تكون فلسطينيه ولا تركيه زاد كيف بالبات فيلو هذوما كلهم بعد نحطوهم يطيبوا لمده 20 دقيقه على 140 درجه. دونك هاوكا طريقه سهله ما تطلبش برشا جهد. الفرشه الاولانيه بات من بعد نحطوا الحشو من بعد نغطيوها بالبات ونحاولوا ندخلوا الجناب من بعد تبعوني في طريقه التقديم من بعد تلقاهم موجودين كيفاش حضرنا البقلاوه. نحطهم توا في الفور تجيو معايا الفور هاكا قلت لكم طريقه سهله في ساعة تنجم البات فلو يعني العجينه فلو مورقه حاضره باش تجي فورون تاع مستطيل باش تقصها على اثنين تاخذ السيركل كيما هكا تاخذ السيركل الفورمه الاولانيه تحطها في البلاتو تزيد عليها شويه سكر محاور بات فيلو حاضر الشيف يبيعوها بيان سور يبيعوها تاخذها من لي ماغازان خذيتها من البوتيك نتاع ورده في المنزه سيس مع سي عبد المجيد الشريف موجودين تبقى بالنسبه لنا احنا تحكم فينا ساعات الكونتيتي نتاع البات فيلو. خذيت السيركل الاولاني حطيت زدت سكر محاور حطيت الحشو اللي هو لوز وبوفريو وشويه سكر محاور زي كيف خلطناه من بعد كررنا العمليه من بعد دخلنا في الجناب لهنا هاكا نعاود نفسر لكم بالسياسه دخلنا في الجناب من بعد الجناب قصينا من بعد القصان سقيناها بالزبده الذايب. صباح نور ولا مستعان وشحور ما تحطوش لا شحور ما تشحرش توا بالنسبه للشحور شحور تتشحر من بعد وما تخرج تتشحر. دونك هاك كيما تراو باش نحطها طيب ومن بعد نوريكم الطريقه نتاع التقديم معناها تبقى في اليوم بعد السكر والحشو ومن بعد الفيلو ندهنوه بزبده ونقسموه هذيك هي ارفيا. تو نجي نهز فرش خويا مرحبا ما فما حتى مشكل يجاوب الناس الكل والله دار محلوله. نحط كالعاده الفور ومارش لافونتاج عندنا كيما قلت لكم عندنا الفور سيزيام سونس باش نحاول نحي البلاتو علاش باش نحي البلاتو باش نحط فيه من بعد الخبز باش نطيبو خبز زادا نحط الخبز هاذيا يا سيدي نهزو الصينية نتاع البقلاوة كيف الصينية نتاع الكول وشكر ولا كيف يسميوها زاد عرش البلبل امس الدار محلولة دار محلولة هو يقول لك ناس بكري حسن يقول لك مثلا يقول لك اللي يقصد دار كبيرة بابها محلول وكلبها يعوي هذا مثل زمني قديم. هذو هما هذوما زاد كيف تاع الفول هذوما تيبو هذوما مارش على 140 درجة سيفي بالنسبه لل كنت ما نعرفش كيفاش تتخدم
طريقة كما قلت لكم وراهي والله طريقة سهلة، نحاول أن نبسط لكم بالإمكانيات المحدودة والموجودة عندنا في الكوجينات ولا في الكوجينة متاعي أنا، الكوجينة عندكم. Je n'ai pas entre les feuilles. لا لا، الفرق نورة بالنسبة للبقلاوة مش كيما بقلاوة تركية كيما بقلاوة متاعنا التونسية، احنا نسميوها تشكشيكة. يقول لك تاخذ الورقة بعد ما تحل الأوراق تشكشك. الفور لازم سخون في سخانة 180 درجة باش تعمل الكروت وتحمار تاخذ شوك شاف. لا نادر نادر، بالنسبة للبقلاوة التركية راهي ماهيش بقلاوة تونسية باش تفهم، بقلاوة كيما تركية باكلافا. دونك هذايا باكلافا بالبات فيلو، بالبات فيلو مش كيف كيف، ما تسحقش 180 درجة باش تاخذ شوك، خاطر كان تحط على 180 درجة راهي تحرق لك. به اسمع خلي ليلة هاي ليلة 27 فما حتى مشكل. ميرسي عايدة جيجا ميرسي. نتعداو زادا كيف كيف توا مونتخ نور لابات لو باكي. هاي بات فيلو، هاي باكو باكلافا. دونك خديت بالنسبه للبات تلقاه في البوتيك نتاع ورده في المنزه سيس عند سعد بن زيد الشريف، كاين في المرسى ولا في تونس بالحسن بالحا شريف. عاش البلبل قداش من ورقه؟ عاش البلبل كيف كيف، راه الورقه ما خديتش ما ورقتش انا حاضره باش جست محلوله، كانت سوفورم تاع رولو، من رولو هذيك طلقتها ولات لي مستطيل، بعد المستطيل قصيت جست قصيت، يعني العجنين واللي تصوروا في بالكم انت كل ما حضرناهوش. هذا شنو نحب نقول لكم، نقول لكم التحضير نتاع البقلاوه هذيا التركيه هاوكا باش تحصل المنفعه. باش نزيدو كيف كيف توا باش نحضروا، نجيبوا بابي كيسون ونحطوا البلاطون تاع الفور هاني نفر دي كويسون. انتوما زادا كيف تنجمو تخليو كومنتارات الكل. كنا حضرنا البقلاوة يا عاش خويا والله ليك وحشة، ان شاء الله بقدرة ربي نتقابلو في الخير. يحصل على كايمات الكوجينة ويمات الشوكوكينغ يا عاش خويا. أسامة بونجور. دونك قاعدين حضروا، حضرنا بقلاوة باكلافا يعني بقلاوة التركية، حضرنا عاش البلبل كل كيسي. لا والله بالحق مرحبا بكم الناس الكل، كيفاش نقصها ما تفرشش البقلاوه. الناس بالنسبه للقصان راهو كيفاش تقص، عباره تقص في عجينه ورقه عاديه، يعني مش كيما البقلاوه التونسيه. نحب نزيد نذكر راهي ماهيش كيما البقلاوه التونسيه، كيما راهي بقلاوه تركيه، بقلاوه نتاع الشرق. فهمت العمليه؟ العجينه حاضره ومورقه حاضره باش، وتو ديجا قاعده تطيب، تو من بعد ما تطيب قدامكم نسقيها ونوريكم كيفاش خرجت. نتعداو توا الخبز. بالنسبه للخبز هذا كيف علاش قلت لكم منيو يطلب برشا وقت يا شيف، تبقى بركه في لوم اللوط تبقى، ومن بعد نحط السكر محور باش يشد لي شحور، ونحط الحشو اللي هو لوز وبوفريوه وسكر محور، من بعد نعاود نزيد تبقى اخرى نتاع فيلو به، لان مدونه بزبده نوعيتها سمحه. باهي ميرسي على حسن اخلاقك، يعطيكم الصحة زادة كيف كيف نتوما اللي قاعدين تتابعوا فيا. نتعداو للكمالة نتاع المنيو، جست نحي البلانش دي كوبي باش من بعد نقصوا عليها ما نهلكوهاش. هيا هكا نطفوا البلان تاع الباي زايد نحيوها ونوريكم فيسا فيسا هكا شنو باش نحضروا. طريقة التحضير عندنا خبز بان سيريال، المود امبلوا البريباراسيون بروغريسيون موجوده على الباكو. دونك سورتو الميكس البريباراسيون بور بان سيريال حاجه حلوه برشا، تنجموا تحضروا في الدار زاد كيف كيف، وناكد لكم اللي كل نهار نجموا نحضروا برشا حاجات. بالحسن نقول لك على دبارة بسيسة بسيسة، هكا بدينا بالديسير ومن بعد انا قاعدين نحضروا في الخبز. منيا سلام، الفور بالنسبه لنا يكون على 140 درجه قبل ما نحطوا فيه البقلاوه، ونحط طبق الا ما يكون الفور سخون به. دونك كيما قلت لكم بالنسبه للدباره باش نحضروا الخبز، وهاكا بسياسه بسياسه مع بعضنا، هاو فما انتراكسيون باش نطيبوا باش نطيبوا برشا ماكله بنينه تعمل 66 كيف.
سهلة وتنحي لك كشكوشة متاعها ومن بعد اخدم به. شفتني شاف باهي الجماعة اللي خلطوا علينا كل دونك باش نحضروا خبز، خبز في الدار، خبز بالسيريال هاوكا الفور الحاجة بيه سيزيام سونس دونك يعطيك من بعد وقت اللي يخلط التمبيراتور اللي انا حطيتها 140 يقول لي باش نجم نحط فيه البقلاوة. الدبارة نتاع اليوم دونك فيها برشا حاجات. نبداو بالفاسوناج نتاع الخبز، العجينة نتاع الخبز دونك هاو حضر كل 140 الفور ولي نحط فيه الباتو كما قلت لكم. بالنسبه لكم زاد كيف كيف. ميرسي ميرسي هذا يعطيك الصحه يا خويا. العجينه نتاع الخبز هاي حاضره اهدو شوية فرينة مجدة تتشي سعيدة أهلا بيك شيف. من بعد قلتو دي شيف كما تقولوا انتوما حطوا شوية فرينة فيها شوية فرينة في اليدين. بعد ناخدو الباتس دونك ديجا هي ارتاحت وخمرت والطريقة نتاع التحضير سهلة برشا. راه تنجمو تحضروا في الدار خبز بسريال بنين يشهي ونحكيكمش على البلد به. ديما نفى زغرونة نتاع الفرينة من بعد توا باش نفاسونيهم. لا ما فماش عشية خبز سايح وشوية حلو. لا موجود العشية قدرة ربي هاني قاعد نحضر يا ريليا. به بالنسبة للفاسوناج دونك ناخدو بالبوم تاعنا فما زاده كيف كيف شكون يعملها هكا يخلع الخامه باش ياخذ الفرن. ممكن باش نحاول نزب شويه بون على محله كيف كيف نجمو نبدلو لها الطريقه نتاعها هكا كيما قاعدين نشوفو هكا بالضبط ونحطو. نجمو يعني تختاروا اي طريقه نتوما تحبوها اي فورما زاده كيف كيف. شو اسمه الخبز عطينا مكونات الفيال الخبز عنا بريباراسيون نتاع الخبز بالسريال نتاع الورده لي زانغريديون سهلين دونك عنا نحطوا البريباراسيون هذيا نزيدوها 280 ماء وساشي نتاع خميره ومغرفتين نتاع زيت خبز بالسريال دونك لافونتاج انكم نتوما زاده تنجموا تحضروا في الدار خبز ديالي فرق طن بعد نجمي كيف كيف راهو تختلف بالنسبه للخبز. انا نحاول نزرب شويه باش نوريكم برشا حاجات فرد وقت كيما كيف كيف نجمو راهو بالطريقه هذيا نعمل الطريقه هكا اذا تحبوه باغيت بعد هكا به المنيو بور اجوردي شيف حميده بنعيشه دونك نحاول انا نعملهم الكل فرد فورما. المنيو نتاع اليوم دونك هاو قاعدين نحضروا توا في الخبز. مع الخبز عندنا باكلافا تركيه دونك مع البقلاوه التركيه عندنا حليلم بالدجاج. مع الحليلم بالدجاج عندنا عجب مرقاز عندنا كيش يعني عندنا برشا برشا حاجات باش نحضروهم كل ربي فرد وقت. دونك لافونتاج نتاع الخبز اللي نتوما تنجمو تحضروه فيسا فيسا مشيتش برشا وقت. تنجمو على الخام ولا تنجمو حتى باليد هكايا تعملوه كعابر تعملوه تيبان
انتوما هاكا نجمو تختاروا اللي تحبوا عليه. باه ناخذوا كيما نقولوا احنا لو كوتو دو شيف نعمل اون بيت انسيزيون هكا بطبيعة العجينة راهي خمرت من بكري باش نزيد نخليوها شوية في تمبيراتور امبيونت لطون تجي تعمل البوس الثاني نتاعها وفما استيس واحد اخرى زادة في كيف اللي انتوما تنجمو تاخذو برا يستلزم الباج يوتيوب نتاعك الباج شيف مون بن يونس انا زادة قاعدة نعمل شوية حلو شوشة حمصية وكعك ابيض باه حضرنا تصويرة في الباج من بعد باش كيف نمشي للمجازان نحل التليفون ما ضيعش نلقى تصويره قدامي الله يبارك. بونجور زاد كيف الناس كل خطرين باش نحط شويه فرينه بيضه جوست نكسر الكولور وقت الكويسون سو بودري دو بلاش لافونتاج من بعد بالنسبه لو تنجموا فشفيشه فيها شويه ماء يعني ترشوا بها الخبز عندي مشكلة مع البان الانغريديون فرين سمول الويل لوليف بريسك سكر جافي بتخير 5 مليون كلفيتيس اي حتى انا باش نعمل خبز وعجب مرقاز وشيش بقرنيت وصالة خضر ديما راهو العجب مرقاز ما نصورهاش المشكلة الخبز من بعد ما يبات نتاع الخبز عندك فكرة علاش تو نشوفو من بعد قالك نسلم نشوفو المشكل نجمو تحكيو من بعد في ميساج بريفي بالنسبة للمشكل تاع الخبز جرب الروسيت هذيا واعطيني رايك الخبز كما تراو يعني تنجمو تحسنوا الفورمه اللي نتوما تحبوا عليها ماهيش حاجه محدوده معينه بالنسبه لكم دونك نخليوها لهنا باش يخمر هكا حاولوا نفسوا الفورم ترافاي باش نديرو يوم تحليل زاد كيف يحضر جوست ويا عسلامه يا جماعه عسلامه شاف سلام شيف ربي يعاود للروسيت يعيش كنسرين ميمي بالنسبه للخبز الروسيت على الخبز على باكو نتاع خبز فرينه بالسريال تزيد 280 متر ملي لتر ماء ساشي نتاع خميره ومغرفتين زيت بطبيعه شويه ملح وشويه سكر دونك هذه بالنسبه للمقادير نتاع الخبز دونك مرحبا بكم الناس الكل اللي خلطوا علينا ارفيا هاي سي بون الزيت الكل نحاولوا نحيوه بطبيعه نفرو بلون دو ترافاي المفيد هاكا نحاولوا رانا نزربو باش المنفعه تحصل للناس الكل هذايا علاش فيسا فيسا حد نتكلم ديما هاي مشات فيا الكلمه تاع فيسا فيسا تعالوا نوريكم البقلاوه كيف تحضروا البقلاوه هاي سيدي نضفنا البلون ترافاي نتعداو كما يقولوا للطبق الموالي سلام بلال واش تاتي احلى تحية شيف بلال يا شيف صافا لاباس عليك عايش خويا غالي يا شيف بلال رجاء عزيز على السلام مرحبا نور غطا الكهرباء عايشك حضرنا بقلاوة تركية بقلافا حضرنا خبز خليناه باش يخمر باش كملو زادا كيف الكميلة نتاع المنيو نشري قمح نظفو نهز نحيو نعمل بيه خبز ديما منورنا عايش خويا الغالي يا بلبل ربي يخليك انتي زادة كيف كيف منورنا راك غالي وتقعد في القلب جيبو البلونش بعد ما نظفنا البلون دو ترافاي نتعداو باش نحضرو الصوب كالعادة باش نحضرو زادة عجيجة بنينة تاع 65 كيف بالمرقيز حضرو بلكو شاي شربة دونك عندنا بصل أول طريقة أول حاجة دونك استنسنا سيرتو في رمضان تبارك الله ذقنا أنواع الشرب الكل مفيد إن شاء الله عجبكم المنيو أنتم زادة كيف للي خلط علينا وهكا يتبع في دبارة ما عندوش دبارة وللي عنده دبارة زادة كيف يقول لنا شنو هي الدبارة نتاعو ويقول لنا منين قاعد يتبع فينا من تونس ولا من خارج تونس
سهله العمليه بالنسبه لكم، بارتاجي اوتوم باش تحصل منفعه للناس الكل. منو هاكا يكون فاري بطبيعه، راهو ما تغيبش علينا شوربه وسلاطه، كل شيء يكون موجود المفيد المنفعه تحصل للناس الكل. يعني على قد ما نحاولوا بالنسبه لينا نفيدوا على قد ما بعد المنفعة تحصل ويرحموا على والدينا الناس الكل. الفول يكون سخون على 140 درجة بالطبيعة، نحطوا فيه هكا تلقاو كل شيء ماغني موجود بالنسبة للبريباراسيون تاع البقلاوة، ولا يسميوها الأتراك البقلافا، البقلاوة التركية. باش نحطوا شوية زيت كالعادة، نجمة فيتامين بلوس، حلال مبنين هكا نجم كيف كيف تعملوها مدبشة، يعني كل قدر وقدر وكل واحد وكيفاش يحب يحضر. سي ان شوا، فما شكون يحب نقولوا احنا البخور الجافة، فما شكون ما يحبهاش الدبابة، باش نقولوا احنا انتوما هاكا تختاروا. شوية البصل بالطبيعة، نزيدوا الدجاج، نجمو نعملوها بشوية لحم، كل قدير وقدره. فتهيأ ما فهمتكش غير فيها به، شايف سألتك المرة الأخرى على المقروض ومازلت نستنى في الروسيت. الله يبارك موني، أبعث لي ميساج بريفي موني بالنسبة للروسيت الكل، أبعثوا لي ميساج بريفي باش نجم نجاوبكم على لي روسيت الكل. شبيك مجاوبش باش نعمل غريب الدرا، نجم مساسا توا نرهيها في الليل ونطيبها. والله راهو لي كومونتير مسيو ولا بوخريس شافي نتبع فيك من صفاقس، يعطيك صحة ولا. بالنسبة ليكم راهو نحاول نجاوب على لي كومونتير، وكان ما خلطش ميساج عاودوا أبعثوا لي كومونتيرات، خاطر ما نجمش نخزر الكومنتات هكا التليفون ونطيب اون ميم طون، ساعات ننسى. وخليوا لي ميساج بريفي، نوعدكم بقدرة ربي نجاوبكم على لي روسيت اللي نتوما طالبينها الكل. ونعرف تبارك الله يعطيكم الصحة، وبعت لك ميساج شيف مونيا. والله ان شاء الله ان شاء الله نشوف، خاطر تبارك الله فما ما نحكيلكمش قداش من الميساج واصلين، مع شقال الفترة مع تحضير مع نوصل نجاوب اللي نجاوب. وساعات ننسى ما نوعدكم لازم نجاوبكم الناس الكل، حتى دون لي بير دي كان نحاول نعمل نهار نجاوب فيه على لي ريسيت نتاعكم الكل. كم نقص شويه كلافس بالنسبه للشربه، انا طاطه معجونه. انت قلت لها نور قاطك وين جاوبتك فضلك. بون اسمع زروق بونجور، انتم كيف كيف يا وينكم، حسيتكم راقدين اثر فيكم رمضان، وينكم وينكم مونتيريتكم مستسيد، خليونا كومونتيريتكم ودبارات نتاعكم ومنين قاعدين تتابعوا فينا، قولوا لنا وين وينكم وينكم. ربي يكون في عونك شاف، ميرسي بوكو. هذايا اون باغ غالير في سبيسا هاكا تحضر حليل شوية كلابس، جيبوا شوية طماطم معجونة. بسمة بسمة بونجور، نبيل بسدرين تحياتي سي نبيل، بونجور بونجور. شوية طماطم معجونة، أنا بدي في هنا نتابع فيكم النوبة، تحية للنوبة وتحية للناس الكل تابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس. باش نحط شوية طماطم معجونة، خليها بحذية من بعد العجة، حركوا ليكم مليح، جيبوا كل المغرفة الزهرونة، المغرفة العجيبة بتاع الفرحات، الصحة عامل فور معانا، وسعوا بيتكم شوية البياء. دونك هاكا قاعد نحضر في الشربة بتاع الحليب باش نفوح. شوية فلفل أكحل، شوية كركم. كيف بالنسبة لكم نوريكم الطريقة نتاعي، وانتم زادة تنجموا يعطيك الصحة شيف فتحية، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي انتم قاعدين تتابعوا فيا. عفيف الدبارة اللي خلطنا اللي خلطنا توا باش يشوفوا شنو هي الدبارة، قاعدين نحضر في كليلة، حضرنا باكلافا باكلاوة تركية. جيش نحطوه نملكوا بالماء، ونخليوها تسلى سلى. هذه حاجة الأولانية ارتحنا،
هدى بونجور ريمي ربي يبارك لك ميرسي بوكو. هاكا نحاول ما بتعرف المنيو تاع شقا نفطرو والديسير حاجه حلوه هاكا المفيد نرضيو الناس الكل يكون عندنا منيو كامل متكامل والديسير يكون موجود. هذيك هاكا شلحتيوها نتعديو للعجه عجه لا محاله نعملوها في حوالها بالتاخير. هاي سيدي العزة كنت قبل حكينا على العزة وحكاية العزة واختلفنا شوية في الكومنتات وقلتوا لي انتوما شنو اللي نحطوا الاولاني نحطوا فلفل ونحطوا طماطم وبعد نحطوا المرقيز ولا ما نحطوش مرقيز وطلبوا جميع الحق البارح حبوا على العزة وهذاك علاش اليوم قلت خلينا نحضر عجيجة تعمل 66 كيف. أول مرة هذيا المرة هذيا باش نوع دونك اخترت باش نوع لكم بالنسبه للعجه دونك هكا نتوما نجمو تزيدوا فلفل الفلفل بنويعه يعني مش مثل الفلفل الاحمر بركه ولا الفلفل الاخضر ثم قديت في الحلال مشاف ساره حطيت يمينه ساره حطيت جيش ربي يحفظك ويسيدو نو غاتي اشاك فوا دونك شيف تو مي ريسبي ميرسي بوكو يمينه وميرسي بوكو للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا واللي توا هكا سي ربينا الكبده تبارك الله وان شاء الله بعد رمضان نمشيو في الديمارش اللي كنا عليها نتاع حكايه الجروب ونعملوا جروب ونحطوا فيه لي ريسيت الكل انتم زيد كيف كيف تنجموا تبارتاجيو خلي المنفعه تحصل للناس الكل يعني هاكا جروب فيه دي ريسيت شكون كوزين اسمها شاري تحياتي تحياتي الاغلى واحلى فنانه اسمها شاري ميرسي بوكو يعطيك الصحه وربي يحفظك. كما قلت لكم حضرنا البكلافا بكلاوه التركيه خبز خليناه يخمر خبز ومع الخبز هانا نحضروا في كميه المنيو المفيد باش المنفعه تحصل للناس الكل. باري بونجور شيف عمار اعطيني استوس كي نطيب روز الاحمر بالصوص يجيني كعبه كعبه وموش معجن. اعز استوس بالنسبه ليك بو حاجتين الروز اللي تحبه قبل كل شيء تحبه مفور ولا تحبه مجمر خاطر فما بلوزيور ريسيت الريسيت الباهية تاع مدام سي هي مشاري معانا دونك هاكا قاعدة ننظف في الفلفل الريسيت نتاع الروز تنقولكم فيها بونجور شيف ديجا سلام حضرت البقلاوة البقلافا البقلاوة التركية دونك وريت بكري كيفاش الجماعة اللي خلطوا لينا حاولت باش نوريكم الطريقة نتاع تحضير البقلاوة تنجموا تتفرجوا من بعد في الرديف في الفيسبوك والا في اليوتيوب كيفاش لي زاستوس والتكنيك باش نجموا نحضروا بقلاوه بنين. لا اله يعطيك الصحه انا مطلع عليهم في الفور شوف كتمتمات ولا حكينا ديما نحكي وين مقلوبكم شويه توجيه تشجيع ارفيا يعطيك الصحه ارفيا هاكم الطمطومات اللي يحسدوا توانسه الكل اللي يحسدوهم على طرف الخضره البنينه. هذا الفرق ان في تونس في بلادنا وربي يحفظها يا وين قلوبكم وين البارتاج بارتاجيت راه شوف انا وصلت تبارك الله ل 6000 ابوني في الباج نتاع فيسبوك ان شاء الله لوبجيكتيف نحب نوصل 10000 مي ما نجمش نوصل وحدي ما نجمش نوصل كامل بيكم انتم شويه هاكا تشجيع واحد كل شيء هاكا من اول رمضان توا حضروا لي رسيت بارتاجي اللايف دون بار ومن بعد بارتاجيو الباج نتاع الفيسبوك ابونيفو في الانستغرام باش هاكا المنفعة تحصل للناس الكل. حضرنا الفلفل تو باش نضفو الطماطم وتجي عجيجة بنينة فما زادة كيف كيف كنا حكينا نذكركم والله ايامات سوفينير مش كيما نهار الاولاني نهار الثاني فما شكون ينحي زريعة بالنسبة للطماطم فما شكون يخليها لا محالة تو نخليو زريعة المرة هذيا ميسي شيف لاوسيت انسيو فيسبوك تنظر ان اوبجيكتيف ان شاء الله ان شاء الله واحد ياخذ الاوبجيكتيف الاوبجيكتيف قلت ربي دي ميل ابوني حاجه باهيه حاجه تنور نقولوا احنا هاكا المفيد المنفعه تحصل للناس الكل هذايا هو المفيد. دونك عندنا الفلفل عندنا الطماطم بونجور عليكم هاني جيت توفيق لوزير مرحبا تعال لي اليوم
تعال لي منيو اسمه الشاري. ما شاء الله يعطيك الصحة مدام اسمهين، ربي فضلك على فاز من هاني كابا عندي عفيف شلبي، نشجعوك يا شيف وربي يبارك لك. دونك حاطين البقلاوه تيب في الفور، حاطين عش البلبل ولا كل وشكر زاد كيف كيف، باش نحضروا توا عجيجه الحليله ما هي قاعده تحضر، مازلت لنا الكيس زاد كيف كيف، هذوما باش نخليهم ابار باش نوريكم فرد العجنينه نتاع الكيش، باش من بعد لو طون اللي الفور يحضر حطوا فيه الخبز كيف زاد كيف كيف. شنو هو المنيو؟ المنيو عندنا حليل بالدجاج، عندنا لحم رسول الله، سلطة إيطالية، عندنا عجب مرقاس، عندنا كيش، عندنا بقلاوة بقلاوة، وعندنا خبز. ما شاء الله منيو يعني يشجع برشا، يشجع برشا برشا. انتوما زادة كيف كيف تنجموا تقولوا لنا شنو هي الدبارة نتاعكم. شايف نسيتني في الروز، ما نسيتكش في الروز، البارح عملت بقلاوة في الدار ياسر بنينة سمعنا شعري صح وبشفاء. ولا هو اسمعني هاو مدام اسمها هنا وعندك البقلاوه في الدار حاضره، من بعد دوما تحضر اجي خذ منها كابا سابوني شيف. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا به، باش نحضروا بطبيعه الميزون بلاس. نقول لكم راهو ديما على قد ما تحضروا ميزون بلاس نتاعكم على قد ما تبداو مرتاحين. باش نقصوا طماطم يا اخي، فما بات فيلو سالي شريتها اما مصور عليها تارت سالي بالبينار وليغو تجيل الحلو زعما نورمالمون تجيل الحلو بات فيلو راهي تمشي سكري وسالي بالنسبه لبات فيلو والجلاسي يا بونجور. دونك كيما قلت لكم انتم زاد كيف تنجموا تقولوا لنا على الدباره نتاعكم شنو حضرتوا للدباره، شنو هو البارح سالتكم وفما شكون جاوبني شنو الطبق نتاع الحلو اللي انتم تحبوه واللي سورتو نهار العيد به. كيستيون اخرى على السريع، نهار العيد شنو تحضروا؟ نهار العيد شنو تحضروا؟ هيا سيدي نبداو بالحاجه والحاج. فما شكون نهار العيد حضر ملوخي، فما شكون يحضر حلال، فما شكون يقول لك هاك نحضر فايم جيري، فما شكون يحضر سلاطه، فما شكون نهار العيد يعمل شرموله. دونك تختلف شنو هو طريقة التحضيرات. والله شهيتني خويا صحة وشيف وإن شاء الله شرور سليتي. بقلاوة حلوة، بقلاوة حلوة اللي حضرناها دونك باللوز والبوفريوة. باش نحضروا الميزون بلاس نتاع الحجيجة، انتوما زادة كيف كيف قولوا لنا شنو هي شنو تحضروا في العيد. دونك فما شكون يحضر الخبز، فما شكون يحضر منعش كعاب اللوز. تو نوريكم قدرة ربي برشا حاجات في الايامات هذيا، الايامات الاخرانية نتاع رمضان. ربي يحيينا بخير وربي يفضلكم زيادة، وان شاء الله قدرة ربي حتى بعد رمضان نحاولوا نعملوا لايف وهاكا فما فايدة للناس الكل. انا حضر ملوخية وحلالة معايا، ملوخية ملوخية بالحسن بونجور. ربي شاف طريقة الدجاجة محمرة الله يبارك. أميمة والله حضرت دجاجة محمرة ووريت الفيح نتاعها، تنجم تفرج في اللايف في الفيسبوك. احنا تعودنا نعملوا ملوخيه وخبز بنزرت مبسس شرموله وشويه به. ها قلت لكم يعني انتوما سيرتو في النهار الاولين نتاع العيد تختلف الطريقه نتاع التحضير، وكل واحد يحضر طبق يراه منين. انتوما زاد كيف قولوا لنا شنو هو. نجله عباسي بونجور، بونجور نجله للناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك حضرنا بقلاوة تركية، مع البقلاوة التركية حضرنا عندنا الحليلم، عندنا العجيجة، عندنا خبز دياري. هيا نمشي للفور. سادة خضرة مع خصي بالعلوش نهار العيد، هذه عادتنا. ريت سبحان الله في تبارك الله تختلف العادات من بلاصة لبلاصة. جيت نعمل طلة على الفور. دونك ما نخليهاش تحمر برشا، المهم عملنا لايف في الفطار كلام انا ماشي بكتكسي وشويه شربه. هذا عشان الليله، هذاك على عشان تاع الليله ليليا سيتي البارح بنتك طيبت مليح ولا ليه؟ خاطر نعرف نورمالمون قلت لي من ضيفه نورمالمون عاونتها ولا ما عاونتهاش. الحقيقه ميسيرش قول لنا
وصل سرمونة وحوت ملح. المهم عملنا لايف في الافطار به، نقص الفلفل ونتبع بطبيعة الفور. احنا نطيبوا طبيخ وحوت في بنزرت، وهاني نستنى في الاستيوس نتاع الروس. طيب الله يبارك بالنسبه للاستيوس نتاع الروس، ها قولي لها على الاستيوس نتاع الروس، ونحاول نجاوب الناس الكل بالنسبه لللايف. الاستيوس نتاع الروس كان باش تعملوا الروس مفور، هذيك حاجه. كان باش تعملوا كيما قلت لك مجمر، تولي طيب الروس عادي هو دي بريفيرونس. ابل 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 حاجه باش نعطيك الروس الاحمر، تحضر صوص، تقليها شويه بصل، تعملها بالعلوش ولا بالطماط، يعني طماطم معجونه وشويه بصل وشويه ثوم بالعلوش ولا بالبخري، كيف كيف خساره ما تنجمش البخري. وهي تنجم تعاود تفرش في الرديف سمان الشهري نهار الاربعاء باش نحضر الشرموله السفاقسيه. ونخليك بايك، الله الله، ربي فضلك وربي يخليك. دونك الشرموله راهي فيها بنا، ما نحكي لكمش على الشرموله. والحاجه الباهيه زاده كيف كيف بالنسبه للبريباراسيون، هكا تختلف شكون قلت لكم، يعني في العيد كل واحد وكيفاش يحضر، هذاك هو الفرق. هذا هي ميزون بلاس نتاع العجه، عجيجه. ونعرف فماش شكون ما شاف برمجنا غايبة حمص ان شاء الله، سيما شاف احنا في العيد ملوخيه وحليلم وخبز دار مفوح. اي فما كما قلت بكري، شكون يحضر اكثريه برشا يحضروا حليل نهار العيد ويحضروا الملوخيه، حاجه ولا في الاحلام. كل واحد يعطيك الصحه هاجر، ربي يبارك لك، يستاهل كل خير. شيف معنا، يعطيكم الصحه يا مينا، يعطيك الصحه يا مينا، ربي يفضلكم كل اللي قاعدين تتابعوا فيا. باه نعملوا تلينا هكا عامل فوق. راهو بالنسبة للبقلاوة، البقلاوة التركية البقلافا ما يلزمهاش حمرا، وهاو سيي نورمالمون اونكور كي باش تحضر نطلع لي انا نكمل طرف الثوم هذايا تكون هي حضرت. باه سلاطة خضرا مخصصة بالعلوش نهار العيد هذيك عادتها، كيما وريتكم نحاول نوريكم لي تكنيك بالبوانت تاع الكوتو. ما تسحقوش باش تهرسوا، هاي حليل الملوخية باش ناخد كيف نقص فرد مرة هاكا. بريسك الناس الكل الأكثرية الكل يحضروا حليلم، يعني حاجة جارية في العيد. هاي كرازي به في العيد ملوخية حليل تجي مرسوق، في العيد حليل ملوخية تجي مرسوق، ملوخية وحليل هاوك. توا هيا برشا 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 كيفاش نقولوا احنا اقروا انهم يحضروا حليل وطاجين مرسوق. به نقصي يدي ونمشي للفور فيسا فيسا بعد البلونش. هاي سيدي، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، ها كل شيء قدامكم، الله مصلي على النبي. هاي صلي على النبي. ما نحكي لكمش الدجاج محمر وتشيش بالقرنيت، ايه الكسكسي من نهار العيد. هذه البقلافا التركيه، هاي كيما قاعدين تشوفوا مازال كي خرجت سخونه مش نجحها. دونك بركة هنا حطو ميم طون خرج هاذيا على هنا هكا، وريكم فيسا فيسا زيادة الخبز. هاو الخبز خمر ريتهم كعبيت محلاهم ما شابهم، وسيرتو كي عملنا لانسيزيون بكري. هاذيا بالنسبة للخبز نحطوه يطيب. نعملو البروغرام تاعو
سيزيام صوص خبز به. والله عندنا مهريز الحديد الاصفر الزمني نهارسو فيه، اما هاني تعلمت سر منك يا شيف. الله مصلي على النبي على كل مهريز الزمني وكل حاجات التقليديه وكل منقاع الخابيه. شيف كيلا نتاع فرينا البيضه بالفيكه ونرحيوها ولا لا؟ في العيد شرموله حوت ملح. به هذه البقلاوه باش ناخذ توا شحور، شحور قلت لكم عليه ديجا بكري نورمالمون. بالنسبه للشحور كيلو سكر عليه نص نص لتر ماء وعصرة قرص. بسم الله ستورة. هو اسمع يكذب عليك، قبل الناس بكري حتى في كانوا منظمين وقاية هذايا، الناس الكل يبداو يحضروا في في الحلو هذايا. هكا هكا اجتهدنا سيرتو، احنا نحاول واحد يجتهد باش يوريكم الطريقة نتاع الإعداد نتاع برشا حاجات. هذوما زادا كيف باش نعديهولهم شوية شحور. ثم جربوها هكا البات فيلو سهله طريقه، ما عادش قبل، ما عادش قبل كانوا يتعبوا باش يحضروا الورق نتاع لافونتاج ديما شحور يبدا بالنسبه بارابور لل شحور بارابور للبقلاوه. البقلاوه التركيه هاكا نورمالمون تشحرت، اللهم صل على النبي، مور الرجله ميمشي سخونه من هنا، نزيدها شويه ديما على البركه. لا يكذب عليك راهو يقول لك انت تحرك وربي يبارك، هذيك الفرق بالنسبه لينا في الكوشين. به عسلامه شيف، تبارك الله ان شاء الله بالتوفيق. ميرسي بوكو للناس الكل، عسلامه شيف مروه الروز، سميح مرايحي، الناس الكل اللي خلطوا علينا الروز، الله يبارك الروز مريم. مش حاسسني بالذنب مريم بالنسبة للروز. نحط ها تصويرة على البقلاوة ونحكي لكم شوية على الروز. باه مريم الروز، تاخذ الروز تفوحه وتعمل تقلية نتاعو، شوية بصل شوية طماطم شوية لحم، تخليهم تزيدهم شوية ملح فلفل أكحل شوية كركم شوية كركم شوية فلفل أحمر، تخليهم يغليو. من بعد تاخذ الروز تفوروا مليح، من بعد ما يتفور الروز تخليه ناقص دوبلاش، تسقيه مع الصوص هذيك وتحطه في وسط البلاتو وتجمرو على الغاز، وبقدر تربي يجيك روز يعمل 66 كيف. دونك هذوما كيما قاعدين نشوفوا البقلاوه التركيه حضرت، جست تنحطوها في بلاصه اخرى نقولها بلاصه. بسم الله نحاولو زيت كل نحيوة. يكذب عليك البنة نتاع الكوجينة راهي كي تبدا خايف. البنة نتاع الكوجينة كي تبدا شايف اعمل كوندويت تبقى سخون. والله يسمع ها هذيا، هاي ضربة هنا حشايك بالسكينة. شر الدين الكل هذوكم هكا استانسنا الحق. ها ميمسي سخونة، استانسنا شوية بالسخانة وبالبرد في الكوجينة ونوليو عندنا لابيتود. مي ميرسي بوكو كي خممت، يعطيك الصحة. عاود روسيت على البقلاوة وخلطش عليها، تنجم تعاود تفرج عبد الله ويتفرج في الرديف نتاع الفيسبوك، إن شاء الله تلقى روسيت على البقلاوة. به بارك الله فيك فرير أمينة، بارك الله فيكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. باش نوريكم فيسع كيفاش نحضر الكيش، باش مادام الفرن سخون. بالنسبة للبات بات بريزي، طريقة تختلف لروسيت تاع البات بريزي، مي نقولو احنا سلام شيف خلاط المخر شنو هو المنيو ولا البقلاوة سيرتو. سلام شيف شنو هو البارد اليوم؟ البارد تاع اليوم دونك عندنا سلطة دهنية حليلة بالدجاج عجب مرقاس كيش وخبز وبقلاوة. باهي نعطيكم البات بريزي. بالنسبة للبات بريزي راه تختلفو الطريقة نتاع التحضير وتوا توندونس، راه كلهم يقولك اما فاسون من مرسي. برافو شيف الياس، ميرسي بوكو. هاجر معروفي كلهم يذوبوا. ارفيا عاود ديريكت من بعد. البات بريزي راهو تختلف في الطريقه نتاعها تاع التحضير، مي لافونتاج انها كيما تراوها
بيضة وسوب معاكم على 250 غرام ديما على الكونتيتي نتاع الفرينة. الشطر نتاعها مش تجي باهي، الشطر نتاعها زبدة يعني 250-125 غرام زبدة ونفها ملح بالطبيعة، وكيف كيف تزيدوها الماء. بالنسبة للماء من 50-80 مليلتر نتاع ماء انت والنوعية زادة تاع الفرينة، باش من بعد تتبع تشوف الفرينة تشرب ولا ما تشربش. باهي الميزان بلاس نتاع العشا هاي الماء، من بعدها باش نجم نحل في المرة الكيش مدر بلو ديما نظفو البلان دو ترافاي يعطيك ألف صحة، يعطيكم زادة صحة توما اللي قاعدين تتابعوا فيا. هذايا راهو طلب نتاع طلب نتاعكم، راني حاضر لكم كيش بنينة باش نحضروا لي فون لي فون نتاعنا، ومن بعد نوريكم كيفاش نعملوا لاباري روايات. نمدوا الفرينة عندنا لي فون دو تارت، بسم الله. باهي اوكي شيف ميرسي، انا ديجا نعمل كيكه وما ينجحش كيما نحب، بوتيتر من نوع نتاع الروس. يمكن الحاجه اللي باش نقول لك اسهل طريقه اخرى انك انت باش تجي كل كعبه وحدها، نعطيك طريقه اخرى. ما يسالش مريم، نعطيك طريقه اخرى. اعملوا روس عباره باش تخدموا نتاع روس تاع سلاطه، يعني عباره باش تصمت روس. بلال جربي برافو شيف ميرسي بوكو. دونك اعمل روس عباره باش تصمتوا نتاع سلاطه، مي ما طيبوش برشا. روس تاع سلاطه ما بطبيعته يبدا مصموت في الماء، يعني تخلي الماء يغلي، تزيدوا شويه ملح وطيبوا. بعد ما طيب الروز هذاك صب عليه الصوص، جربها يعني بالنسبه لك انت مادام تحب على الريزولتا سو كي كونت. بالنسبه لي نحن يعني على فا هو لو ريزولتا هذاك هو المفيد اللي عندنا احنا، ان احنا نلقاو نتيجه به. دونك فما نسميهم احنا تور دو ما. دونك كي نقولوا تور دو ما في الكوجينه، هاك انت اصمت الروز، ومن بعد ما تصمتو جمرو وبقدرة ربي يجي كل كعبة وحدها. جربها وقول لي، متأكد انها هي بقدرة ربي تجي تعطي نتيجة باهية. باهي هاي يا سيدي، ناخدو لابورت بيس نورمالمون نساوي اهو هذايا يكون باهي. هذايا الطلب اللي طلبوه قالوا يحبوا فون دو تارت كيما لي فون دو تارت في السوق، كيما الكيش اللي في السوق. باهي هاي كيش دونك بالبات بريزي، فما كيف شكون يحضرها راه بالبات فيوتي. بسم الله هاهي اسهل طريقة، تحط هكا صحة شايف مريم وغانمي مروة برافو، احسن طريقه. دونك كي تبريسيو عليها بالطبيعه او يزمو سيسو سورتو اللي توا يعني بدا طقس مش يسخن، يعني يلزمكم سيسو بالسيسو بالسياسة، خاطر العجينه يلزمها يكون معاكم فلويد. تبسوا بزيت وكركم وملح والماء وتبخروا تمرات، توا يجيكوا الكعبة وحده الروس. ارفي يا مريم تمشيش بعد رمضان ان شاء الله، ما عادش تعمل ديريكت وتهرب. لا ما نهربش بطربي بعد رمضان، مش شايف توا نعمل كيكه هاكا. نحاول نحضروا لي كيش نتاعنا، وفما زاده كيف فما طريقه اخرى تنوريكم كيفاش زاده تحضروا بها لي فون دو تارت المفيد باش المنفعه تحصل للناس الكل. دونك كابيت يحضروا باش نحطهم على البلاصه. بها راهو بسخانة متاع كوجينة البات راهو ساعات تسخن،
حتى لو كان جيتكم على جنيبة زايدة راه تنجم بالبوانت تاع الكتب نحيوه. انت ايش حاضر نهار العيد؟ نهار العيد نهار العيد والملوخيه الملوخيه هذيك اما نهار العيد كونجي هذاك نهار العيد كونجي ربي فضلها الوالدة وربي يطول في عمرها. انا كل ماكله تاع الوالدة يعني هي حاجه ما معاش لعب. كل ملوخيه هذيك تبدا طايبه قبل بنهايرين سله سله وتبدا الريحه نتاعها في الحوم حليل مجاريه ولا حليل مجاريه ولا ساعه شربه وفيت حاجه جاريه وصلت. هذا بالنسبه للتباره نتاع العيد به عايش مقادير العجينه كلهم مقادير العجينه سهله فما عجين ديما طون بورتو يعني على قد الفرينه على قد الزبده. هذه العجينه على قد الفرينه الشطر نتاعها زبده نفى ملح وبعد من 50 ل 80 ملي لتر نتاع ماء انت نوعيه الفرينه هذه انت تلم ما ديرش سوبر برشا ما ديرش يبسه. شنو هي الريسيت نتاع العجينه؟ عاشور نزاهه عفيف تخي بونجور شيف فريمون جو مو ريغال افيك سو لايف ميرسي بوكو يا احلى شيف ربي يخليك. وما شنو المنيو شيف شنو هي الريسيت تاع العجينه؟ بات بريزي بالنسبه للعجينه باش نوريكم طريقه اخرى زاد كيف كيف باش المنفعه تحصل للناس الكل. بالطبيعه راهو بالتمبيراتور هذايا تسخن شويه العجينه بريفيرونس نخليها ترتاح مي انا هاكا نحاول نزرب الحسن الرحضة في المرسى عادة بالحسن بالحشريف بشير جربت الموساكا جيت روعة ميرسي بوكو بولا وسيت صحة وشفاء يا مريم فضل لكم ويطول في عمرها ويرحم امي عايشك ربي يخلي لكم ربي يخلي لكم الوالده زاد كيف الناس الكل قاعدين تتبعوا فيا وربي يحفظهم وسرتوره واسمع يكتب عليك هذوما البركه وربي يرضيهم علينا دنيا واخره راهو ما رضا الله الا برضا الوالدين به. قلت لكم شوريكم طريقه اخرى نحاول باش المنفعه تحصل للناس الكل. هاي سيدي ناخذ دو فون تاع تارت جست نزيد نحلها دو بليش دو فون دو تارت محطوطين بالرولو اسهل طريقه هاو هكا باش نتوما زاد كيف كيف تستفادوا. ناخذ فون دو تارت الاولاني نزيد نلصق فون دو تارت الثاني نخلي شويه سباس ونتعدى بالرولو ريت ولا لا؟ به ما شاء الله ما شاء الله عليك وربي يحفظ لك الولده اللي بيها سرفاوي ليلى كربول سلام سلام للناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك هذه طريقه اخرى زاد كيف كيف باش برشا يقول لك والله يسمع عملت راهو فون دو تارت وراهو جات يعني ما جاش الفون دو تارت باهي. اسهل طريقه تستف لي فون دو تارت تعدي فوقهم العجينه بعدك من اسهل الطرق اذا تحب تخدم حتى كونتيتي تسمح الوالدة تكسها ايناس بشوش ومن بعد بالسكينه ها نحي زي الكل. بالطبيعه هذه طريقه اخرى هاكا نوريكم ديما لي زاستوس يسميوها تور دو ما تاع شيف هاكا حتى في الريستورونات ولا في الوتله الكل يقول لك هكا والله اسمع جربت كيما وريتكم البارح بالنسبه للكويس نتاع دانت كيفاش تحمروها باش تجي باهي. واسمع والله 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 فرحان برشا نقولكم على شنو فرحان. فرحان اللي تبارك الله تلمينا في الخير والحاجه الاولانيه والحاجه الثانيه اللي حتى انسان يسال على روسيا تبارك الله الناس الكل يجاوبوه. ريت التونسي للتونسي رحمه اللهم صل على النبي ربي يحفظكم به. كملوا نحضروا في الكماله نتاع لي فون طبيعة حاولوا ما نعملهاش خشينه من الجناب. اما الطريقه هذه راهو تعبك مش كيما بالامبورت بيس الطريقه الاخرى بالامبورت بيس تعاون خير هذه باش تطيح برشا شوت وباش تشد برشا وقت. مي هاكا جي بريفيري قلت نوريكم طريقه اخرى هنا عندكم زاد كيف الميثود انك تاخذ فون دو تارت اخر بعد نحيه ما تسيس وبسيس كير هذه طريقة أخرى
حاول نوريكم العديد من الطرق باش المنفعة هكا تحصل وعطيني نتوما تستفيدوا. عشور نزيهة محليهم الماء نحيو الزيت بالبونت كوتو كمان الطرفات تنجمو كيف كيف تعملو بيها حاجة أخرى وبيان زيدا كيف كيف كملوا الكمالة متاع الفوندو تارتان نحاول نزرب لو ماكسيموم باش المنفعة تحصل للناس الكل. خليها على البار نحي لولو الفرينة نظفوا البوم ترافاي قبل كل شيء ديما في شيح باش نحيو الاكسين تاع الفرينة من بعد شايف انا بصراحة ما عادش عندي مشكل في المنيو ملي وليت نشوفك نطيب مليح. ان شاء الله بفضل ربي توليو الناس الكل طيب ومليح وتوليو شيفان كبار ويكذب عليك راهو شيف في الدار حاجه اخرى مش كيما في كوجينا نتاع الوتله ولا نتاع الريستورانات. نتوما زاد كيف ان شاء الله تتبعوا وتوليو انا والله لا نخبي عليكم حدا شيء ان شاء الله توليو شيفان كبار كبار برشا. باه نحضروا لاباري رويال. بالنسبه لاباري رويال هاي سيدي سيدي بن سيدك هو العظم ديما اول حاجه نغسلوه هو غسلته ونزيدو هذا بينا باش نحطو وسط الماء نجيبو الصحفة باش نكسرو كل كعبة وحدها خبص ما نحكيلكمش سلة سلة قاعد يمشي باش ناخدو كريم فريش نبي أنا بيك شيف سلة باه كريم فريش اللي تاكلو لهنايا نجيبو فرنش البلانش دي كوبي باش نجيبوها بوحدينا على خاطر نقصو لي زانغريديون تاع الكيش هاي سيدي لي زانغريديون تاع الكيش عندنا فروماج عندي طرف فروماج اخر يقولك كيف 100% موزاريلا صبيتو نجموا في الكيش تعملوا عظم طايب عظم مني تعملوا حتى الفضله نتاع المشويه كيف كيف يا ناس سلام شنية تبارت اليوم برافو شيف وميمه اهلا بيك لميا اسطنبول. دونك تنجموا تحضروا اي حاجه تحبوها الفرق راهو في الكيش اي حكايه تنجموا تحطوها. باش ناخذ شويه سوريزو دونك شويه سوريزو مليحه نجمو تاخدو جامبون و تنزيدو نقص شويه جامبون بالطبيعة ما يقلقش الفرق عندكم نتوما هاكا تحضرو كيش على الطريقة اللي تحبوها و الطريقة نتاعكم هذايا هو المطلوب. حطيت حكه نتاع كريم فريش لو بالنسبه للحكه حطيت حكه نتاع كريم فريش شويه شيف مونت بات شباتي ما جاوبنيش باهي الله يبارك تنبعث بعث لي في مساج بريفي بعث لي مساج بريفي على البات نتاع الشباتي حتى نقول لك عليها جوست راني في الكومنتات ما تلوموش عليا والله نحاول باش نجاوب الناس الكل. قصوا شوريزو قصو جويد لاباري رويال هي راهي كريم فريش وجبن وعظم. بالنسبه لاباري رويال انا هاكا باش نحاول نوريكم الطريقه سلام شيف ريفيرسيت تارت سكري ميرسي
تو نجاوبكم خذوا تربي خلوا لي مساجات انا نوعدكم باش نجاوبكم على لي ريسيت الكل. بالنسبه للعز بات سكري 200 غرام 200 غرام فرينه عليهم 100 غرام زبده عليهم 50 60 غرام سكر، تحط سكر فاني نفه ملح بالنسبه للبات سكري وكعبه عظم وبخذوا تربي تشيك بات سكري عالميه وبنينه. دونك خلينا شويه شوريزو الجبن راه كيف كيف تنجمو تعملو ميلونج نتاع جبن، تقصو اي نوعية نتاع جبن نتوما تحبوها، يعني ماهيش نقولو احنا واقف على انغريديون معين. خليت شوية شوريزو هاو باش نوريكم زادا كيف كيف، باش ناخد دري فلفل احمر فلفل ثم اجتهدوا انتم زادة كيف تنجموا تحطوا فيها الانجريديون اللي تحبوه. ولا محال مش مكمل الكل دري فلفل باش ما تجيش تشوي تجي مهزوزه. وعلى قد ما نقصو زادا قصة صغيرة فينو على قد ما تعطينا نكهة خير ونكهة بنينة. ورينا طريقة نتاع عدد نتاع البقلاوة هاكا توا باش نحضرو الكيش فيها شوية فلفل يظهرلي موزوز باهي منه شوية قزبر لقيت ورقة نتاع سبنيخ ضايعة زادا كيف كيف باش نحط ونقص الكزبر مع ورقة السبنيخ. نجمو تعملوها بالريكوتا البينات نجمو يعني هاكا نحاول نوريكم بلي زانجريديون اللي موجود. عندنا تصويره شيف ولا اسم برافو سلام به هيا سيدي سيدك نخلطو المقادير هذا الكل ونجمو نزيدو اي حاجه راهو في الكيش لا قال فيسك على نمبر كبير برشا كاريتات نجمو بالصومون نجمو بالدجاج كل قدير وقدره كل قدير وقدره شنو يحب يحضر كان باش نزيد في سفيسه بص شوية فرماج كارو اندور باش تجي هاكا كيش مشخشخة زيت فرماج كيما قلتلكم نجمو نزيدو بوليت نجمو نزيدو شوية زيتون نجمو نزيدو شوية كبار المفيد يكون هاكا هانتم كيش على ذوقكم وبالبنة اللي انتوما تحبوها. يجي لحم مفروم بطاطا مقلية بيان سور يجي راه اي حاجة اكترا والله بالنسبة لي انا جامبروفيز توا قاعد نحضر في الكيش هاكا بلي زانجريديون اللي موجودين كل مرة نفكر حكاية نجبد نقولكم باش نزيد هذايا باش نعمل هذايا مش الفرق انكم انتوما هاكا تنجمو تجتهدوا
وتحضروا بالطريقه نتاعكم انتم. هذا نزيد نقص شويه شوريز زي ما كيف نقص شويه جامبو تنكملها نتاع الشوريزو. لا تجيش كل واحد صرفنا صرفنا يعطيك الصحه وربي فضلك. ثم كيف كيف صومو جامبو طن تنجمو زيتوها مع طن تولي كيما البيتزا ستيل تاع البيتزا. هذاك الفرق توليو نتوما تعرفوا الكوجينا. ما قلتلكم حكيتلكم راه الكوجينا فيها برشا غرام وبرشا حب. نتوما زيدا كيف كي توليو باش تطيبو توليو طيبو بحب وبغرام. تو حاتكم توليو لي زانغريديون الكل فون بارتي من الحلقه هذيك نتاع الحب. انهم هما يبارتيسيب باش انت الحب والحنان اللي قاعد تحضر به في الماكله البنينه يولي يعطيك ماكله تعمل 66 كيف. دونك بالطبيعة ما نساوش الخبز اللي في الفور عاد كبير الفور باش ينقص كمان نقصو في الشوريزو. ما يلزمش لاباري رويال تكون جاريه برشا وكيف كيف ما يلزمش تكون عاقده. هاي سيدي بسم الله ويداد ربي يبارك لك شاف قلت لكم الخبز هاي بعد البلونش نكملو الشوريزو هذيك البلونش هي هنا حتى شفريت تجي باهي شاف بيان سور ما قلق ديرو قدرو ياخدو فرماج 100% ايمونتال. وفما شكون زادا كيف يضربها بالبرا يعني البريباراسيون هذيا كلها يحطها بالبرا. نبداو ناخدو لحظة مكعبة مكعبة ديما هذايا في اي بريباراسيون ديما نحاولو نجتهدو بالكعبة بالكعبة بالنسبة للعظم وسيرتو باش البات ما تجيناش جارية. هاني جايك هاني جايك حاضر كيفاش نكلوها بيك. قلت الحاجة باهية في حتى في الكوجينة الفور سيزيام سونس سيرتو يعاونكم. علاش يعاونكم؟ على قد ما تاخد حاجات أو علاش قلتلكم نغسلو العظم على قد ما تاخدو حاجات باهية في ديزيكيبمون باهيين في وسط الكوجينة ما شاء الله تبارك الله يعطيك ألف صح. يعطيكم الصحة نتوما الناس الكل. بارتاجي اوتون تنجمو تبارتاجيو اللايف هذايا الكل بارتاجيوه في الفيسبوك. نخلطو مليح مليح كيما قلتلكم مايلزمهاش تكون جارية برشا اللي مازال تغلي فهمت. كابتين اخرين نورمالمون جي الحسبة اتقت. شنو هذا شيف سعاد مبروك. بالنسبة لل شنو قاعد نحضر في كيش وكذا اباري رويال فيها عظم وكان فريش وجبن. بالطبيعة ما نساوش طوكو شوية ملح فلفل اكحل نجيب شوية ملح وشوية فلفل اكحل نورمالمون بخرة. تطلع الحسبة صحيح أربع كعبات عظام فيها لا محديش أربع كعبات عظام كعبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة برسك ستة برسك ستة كعبات عظام باه روسيت متاع شباتي رتال فرينة 200 غرام سمين متوسط. باه شنو نوع الفرماج اللي حديته؟ نوع الفرماج حديت فرماج لوندور 100% ايمونتال حديت فرماج كارو. بدي نمشي نشوف الفور قبل كل شيء قبل ما نزيد الكعبه الاخرانيه نتاع العظم. هذا الفور
راهو ما يستنيش. تبيع نغسلو يدينا مليح مليح سيرتو بعد نهضم. اللهم صل على النبي. لازم نضرب شويه في الكيش باش ياخذوا لي بريباراسيون الكل مع بعض. هذه هكا ونحل شويه كارت العظم اللي حطيتكم عليها. سيدي هذه كارت العظام نحطو الكيل ونغسلو بيها كالعادة. جبن مالح ولا حلو، جبن إيمونتال، دونك تنجمو بعد نتوما تجتهدو تحطو حلو ولا مالح، يعني سلو بريفيرونس في الجو نتاعكم. هذه راه فالي رويال برشا كبيرة، نفوحها قبل كل شيء بشوية في الأكحل. شوية ملح نخلطو مليح مليح. هاك تبارك الله مشخصة بالنسبة للكباري وهي مشخصة على الأخر. الكيش فما شكون كيف كيف طيبه مع بلون، فما انتوما تختاروا. انا بيرسونيلمون ما نحبش في المره يعني الطريقه نتاع اللي نحضر بها، فما شكون يطيبهم كيما قلت لكم ابلون والا يخدمهم طول ديريكتومون. مي نوريكم طريقه اخرى كيما اللي كيش اللي تلقاهم موجودين في الاسواق. سبعة هاوينا يبداو سبعة كعبات شاف، ما فهمتش سبعة كعبات هوت الواحد. سبع كعبات عظام نورمالمون هاكا اللي ياسر على الكونتيتي. بسم الله حاولوا ما نسيبوش برشا في الجناب باش نقص شويه في الكونتيتي. متر من بعد وقت الكويسون باش تطلع باش تهوش وتهبط. بيع واحد عينو مزيان ونجم يزيد اي حاجه كيما قلت لكم في الكيش يحضرها على طريقته. هي هكا مو سي بون، خرجوا كل شيء الخبز الخبز خبز خبز بعضو الكيش. باش نخرج خبز بعديكم خاطر باش تراوه. هاي سيدي يا بسم الله بسم الله بسم الله. ايه عامل خبز حطو كيش تيبو. كيش تيبو دي كونتيرونس على 170 درجة، دونك 100 غرام سيام صوص. نحطولهم 25 دقيقة. هذا الخبز احضر، دونك نجبد دو بلونش نقص لكم الخبز نوريكم كيفاش وين السكينة العجيبة.
فيهش خبز. جربوه وقولوا لي رايكم. سادو سونتير بون لو بان شو. ما نحكي لكم شو سيد نتاع الكيش كيفاش شاف الريسيت تاع كيف نتاع الكيش. ما عادش نعرف سي الكيش. تحاول تفرج على لايف سنه نورمالمون تلقاه. جوست توا يلزمني نحاول نزيد نزرب شويه باش نحضر لكم الكبيره نتاع شقه الفطر. نزيد الكل نحاول نحيه. خبز هذاك سي بون. كيما قلت لكم نظف مون ترافاي ونتغداو الكمالة نتاع التحضير. الكمالة نتاع التحضير دونك هذاك كان تحضير الخبز. نحضر في سيسة العجة. زيت كل شيف جات الخبز طلع لي يبس شوية. الخبز راهو تنجم روحنا تفشفش عليه شويه ما فشفشه صغيره نتاع دار باش يطلع تري وتريسبكتي طون دو كويسون نتاعو. بالنسبه للخبز نبدا باش نحضر الحاجه او ميم طون انا زاد كيف باش نحضر السلايد. باه عزيزه يا شيف جربت الخبز. عزيزه بونجور. ناخذ شويه روكيت بالنسبه للسلاطه. نقص شويه بالنسبة للسلاطة باش ناخد شوية روكيت نوريكم كيفاش. روكيت شوية طماط سوريس كيف راهو ساهلة طريقة نتاع تحضير السلاطة. تنجم تحضرو كيما تحبو نتوما. باش نزيد نقصو عليها شوية جامبون وشوية وشوية جبن. هذيك بالنسبة للسلاطة. دونك توا نحضركم العجة باش ناخدو في وقت. حطوا شوية زيت كالعادة زيت نجمة ديو فيتاميني. رسيت الخبز يعيشك شيف على الباكو متاع الخبز. هذيك وين الباكو متاع الخبز متاع الفرينة هاونا هنا على الباكو هذايا في 500 غرام بريباراسيون بور بان وردة بان و سيريال. تزيدو 280 ماء. تزيدو 11 غرام خميرة. تزيدو مغرفتين متاع زيت. بالطبيعة ملح و سكر طريف سكر. و بعد يجيك خبز يعمل 66 كيف ان شاء الله. اليوم اخترت لكم مرقيز نتاع مليحه. مرقيز بنين. جربوه بالحق وقولوا لي رايكم. نحط الفلفل في درين موز وزاد درين لحم هذاك. طبقت الوسيط نتاع الشيف. هكا الوزوزة البنينة المهرهرة. هكا تولي عجايج مشكلة بنينة. هذاك الفلفل. هذاكم خليط مرقيز نتاع مليحة بالحق. جربوه مرة اللي فاتت عملنا مرقيز بالبقري. مرة هذيا باش نجربو بالمرقيز تاع مليحة. وتوا نذوق ونعطيكم رأيي. ما تعيبش زيت زيتونة شايف. وما زيت زيتونة راهو جينيرالمون يتعمل أفروا يعني للا سيزرمون. وإلا باش تعمل ديبار أفروا باش تضيف بيه. مي كي باش تطيب باش تعمل حاجة فيها ياسر كويسون يعني لازمها نقولوا احنا تسخن. ما نجموش نسخنوا الزيت زيتونه.
هذاك هو الفرق ما بين زيت زيتونه وزيت لويل اوردينير. دونك حتى لويل اوردينير راهو زيت زيتونه ديما باش نخليو له المنفعه نتاعو. ماش طيب شيف قال طيب في عجيزه كنا حضرنا البقلاوه للناس اللي فاتوا علينا توا، حضرنا البقلاوه، حضرنا الخبز في الدار شاهي، باش نزيدو توا نحضرو العجيجه والسلطه كيف كيف بعد نخصوها، وهكا يكون عندنا منيو يعمل 66 كيف. هذا المرقاز هكا نقص مستويات باش يكفي الناس الكل، سيرتو البنه نتاعو باش يبدا مخصوص. فلفل حلو مع قرن فلفل احمر حار، هاي زدت قرن فلفل احمر هذاك الحار نفسه اللي قصيت منه مش حطيته في الكيش. هكا راني حتى في الدار في الكوجينة يعني نحاول لي زانغريديون نقام جامبروفيز ساعات في حاجات نزيد حاجة منا. هذاك هو الفرق، الفرق راهو في البريباراسيون اللي ساعات الإنسان ديما عنده كل بلوس نسميه. احنا كيما قلت لكم توش دو شيف، توش دو شيف الفرق فيها ان احنا ديما نزيدو اللمسة، اللمسة نتاعنا، اللمسة كيفاش تكون موجودة. هاكا لقيت قراي فلفل، شوف بالحق الكولوراسيون ما نحكيكمش، شوفوا تبارك الله كولوراسيون، شوفوا محلاها كولوراسيون، الأحمر الأصفر الأخضر لورونجي، أجا سي شيف وين نلقى مرقاز مليحة هوني في باريس، جو بليزونت ميرسي بور توت لي روسيت. والله كان إن شاء الله يعني يرجعوا لي فول، إجا مرحبا، ذوق عجيجة تونسية بنينة، هذيا انفيتاسيون من عند خوك إن شاء الله. بالنسبة للمرقاز تعمليها تلقاهم في لي بوان دو فونت الكلهم تعمليها في تونس. مو في باريس ما نعرفش، اما جو فيسي ترونسميت الميساج باش يوليو يعملوا مرقاز هذيك حلال ان شاء الله نتاع مليحه. سينو هاكا انتوما ديما فما موجود الروح في وسط الكوجينه، ديما موجوده البن. نجيب خلي فلفل هنا، نجيب لفاح، نجيب الهريسه، الهريسه وين الهريسه، هاي هاي حبيت زيت شوية بركة وتخبيت هنا. نبدأ كطماطمات، الفلفل دو بريفيرونس هذاك كيف فما شكون يقول لك نحبو طايب برشا، فما شكون يقول لك نحب نخليه يقرمش شوية. نزيد واحد طماطم على ثلاث ثوم، وبعد هذاك كيف أنا نخير نزيد شوية في الثوم. هنا نطيب كان بزيت زيتونة، أنا غالب ما نجمش بزيت آخر. مريم جبت كنصيحة يعني، مش زيت زيتونة كانش طيب أفروا، كانش طيب أفروا حط زيت زيتونة، ما كانش طيب أشو راهو يتقلى زيت زيتونة مع زيت زيتونة يفقد الماء، يولي كيما زيت زيتونة كيما لويل أوردينير. هذا بالنسبة للزيت نتاع الزيتونة، يعني المنفعة نتاعو كان عندنا في السلايد نعملو لاسيزونمون. سينو من بعد ريت من بعد ما يصير كويسون هكايا مغرش تين زيت زيتون، هذيك تعطيك بنة أخرى. نجيب شوية تفاحات، نجيبو الفحات. ولد بلادي بلادي راني تونسية، ميرسي ربي يخليك، مش نقولو تونسي تونسي رحمة. والله راهو شوف حطها في بالك أول حاجة، كيك سوا في غربة ولا مش في غربة، حتى في تونسي هنا ديما وقت الفطور يقولك هاي هاي نمشيو نفطرو مع بعضنا. ديما الحمد لله راهم توانسة، مش خاطرني تونسي أنا بركة، توانسة راهم رحمة، وتونسي تونسي قلبه كبير، وحتى يقولك هاي بسم الله مازلت خلطت عليه كيك سوا كل سوا قاعد ياكل في شنو قاعد ياكل، ديما يقول لك هاي بسم الله هاي بسم الله، ديما ريفليكس ولاو يعني يكذب عليك. التونسي راهو قلبه كبير. حطينا المرقاس شد فيهم، هناك مش هذا اللي اختار، سيدي نغطيهم به. فاش طيب انا شايف توا جيت بدي تعمتها مرة كما تقول لي بزيت زيتونة،
انا نطيب بزيت نجمه وكيف قريب تطيب نزيد مغرفه زيت زيتون. هذيك هي بيان سور لين هذيك هو دونك زيت زيتون من بعد في فخر الكويسون. مي باش تقلي حاجه بتحتمل الكويسون. بونجور مديحه. بونجور بونجور من باريس مديحه. اشني احوالك ان شاء الله نورمالمون تكون امورك مريقله. وشنو هو دابا درنا روسيت مديحه لليوم. وكان سينو كان ما عندكش روسيت هاكا عاود تفرج في اللايف تتلقى حضرنا البقلاوه البقلافا التركيه، حضرنا خبز دياري، قاعدين نحضروا فيها جيجة، عندنا الحلالم، عندنا الكيش، السلاطه كيف كيف فيها شويه روكيت وطماطم ومن بعد تنقصوها اخر لحظه، وان شاء الله يعجبكم المنيو. باهي بالنسبه للفاح باش ناخذوا بول باش نحلوا فيه الزن الكل، نجمو ناخذوا حتى ميرسي بول هذايا كبير ما يقلقش باش نفهمكم. بسم الله، شويه تابل مفوح. سي شيف يعطيك الصحة. أنا نحط مغرفة نية متاع زيت زيتون شوية كروية الهريسة باش كملها كل الهريسة باش نعبي فيها الماء. اللهم اقبل على منطقة تجبر اشتوحي اللهم اشتغل محمد رسول الله. مونيا خميسي ما شاء الله يعطيكم الصحة شيف. هكا باش نصبها صابين بحكم مادام باش نصبها صابين مولي كما يقولوا لين خسارة خسارة المعول. ناخذ الفاح هذاك الكل نحطه في وسط الحك هكا ارتاح. بالطبيعة ما ننساش الملح. تعمل قياس تونسي اسكو جو في اون فرونس خاطر اللي هي 500 غرام ديال الدجاج. باه جوست باش نشوف يا شيف كيفاش الدجاج يطيب في ساك بلاستيك في فوق. باه جوست نشوف كومنتير مونت. باهي كومنتير ما نجمش نقرا برشا في اللايف خاطر طويل برشا الكومنتير. مي انا تاني نحاول نمل عليك نقول لك شنو اللي فيه تاع المرقيز. اللي فيه تاع المرقيز شويه هريسه شويه ثوم شويه نعناع شايح ملح بسباس. البسباس يكون مهروش بالوقت. روسيت الخبز شيف. باه روسيت الخبز الله يبارك جوست لح بركة. نزيد طماطم معجونة. طماطم معجونة باش نحط لكم سكر في الحكة. هاك أسهل حاجة توش تفوح وش ولينا جايزة بنينة تحي. بسم الله نهدو شوية مين شلو بالحكة. ليه 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 محمد رسول الله. الله اكبر سافي دو بيان دونتوندر الاذان. صح عليكم يعطيك الصحه انيسه التونسي. برافو بور تي ديريكت مومن بن نونس. ميرسي بوكو انيسه يعطيك الصحه ربي يخليك. تبعنا في روسيت نتاع البقلاوه. حضرنا روسيت تاع بقلاوه. حضرنا روسيت تاع خبز كيش حلالم. منو يعمل 66 كيف. وتوا هو نحضروا في العجيجه. تصورش الناس الكل يقعدوا ديما يحبوا العجيجه. دونك بالنسبة لينا هذيك العجيجة نعملوها عاقبة شوية ونجيريا يقعد لنا وقت آخر لحظة هاوكا نحطو العظم تبدا عظمة جارية بنينة تعمل 66 كيف. دونك بالنسبة ليا ما بقى لي كان باش نقولكم يعطيكم الصحة ربي يفضلكم ربي يحفظكم. الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا في اللايف يوميا نقولكم اللي أنا نحبكم برشا 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 وراو سي غراس افو اني نبدا عامل جو وقت اللايف. حفيدي فتحي بونجور
اهلا بيك سني خويلك. دونك ما بقى لي كان باش نقول لكم يعطيكم الصحه ربي يحفظكم. نجموا تلقاو الرديف على الفيسبوك شيف مومن يونس، على اليوتيوب كيفيف شيف مومن يونس. للي كيف كيف ينجم ما خلاش علينا ويزيد يحب يحضر برشا حاجات ينجم يصورهم وينجم يتاجيني في الانستغرام، وانا نوعدكم باش نبارتاجيها على الصفحه. حضرنا منيو ذكركم شنو حضرنا، حضرنا حلالم بالدجاج، حضرنا العجيجه بالمرقاز، سلطه كيف كيف بالروكيت والطماطم، كيش بقلاوه وخبز في الدار. ان شاء الله يكون عجبكم المنيو. انتم كيف كيف قولوا لي جربوا المنيو وقولوا لي شنو رايكم، وتنجموا زاده كيف كيف تحضروا الدبارة، تاجوني كما قلت لكم في الانستغرام وانا نوعدكم باش نبارتاجها. نشكر السبونسور الكل اللي ساهموا باش نجم نحضر الحلقه هذيا، بالطبيعه سبونسور نومو تعرفوهم، تبارك الله من ليزانغريديون اللي انا قاعد نخدم بهم، حازم بن عيسى راديو بون لونور، خالد عويش جينسكوب. ربي يحفظكم، شاهية طيبة، وتابعوني من بعد في الدريساج تنهبط لكم بقدرة ربي. اتصاب، شاهية طيبة.